أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا في فلسطين. هذا الصباح في هذه الفقرة سنتحدث عن الانقطاع المستمر للكهرباء في منطقة طوباس، أثارها السلبية، أثار الانقطاع السلبية وخاصة على المحاصيل الزراعية وعلى المزارعين بشكل عام. سنتحدث في كل هذه المواضيع في هذه الفقرة مع ضيوفنا الكرام. طبعا نرحب بالسيد عبد الله العيرات مدير شركة كهرباء محافظة طوباس، يسعد صباحك. وأيضا حسين الحمود رئيس مجلس محلي الفرع، يسعد صباحك أيضا. يعني خلينا قبل ما ندخل في سياق المشكلة نتعرف على المشكلة أكثر من خلال تقرير الزميل خالد مطاوع. تكدس المحاصيل الزراعية دون إيجاد أسواق لتسويقها وارتفاع درجات الحرارة وتكاليف مياه ري المزروعات عوامل لم تكن شفيعة للمزارعين في طوباس لإيقاف قطع التيار الكهربائي عن عشرات آبار المياه الزراعية هنا في رأس الفرع. إن الآبار عميقة جدا هون وفي المعدات اللي موجودة عندنا كبيرة، فبتؤدي إلى استهلاك كهرباء عالي ومن يعني تكاليف عالية على قوب المي اللي بخرج من باطن الأرض حتى نوصل للأراضينا، فبتوصل فاتورة الكهرباء 100,000 شيكل ل 150,000 شيكل على كل بير. ومع تدني أسعار الخضرة اللي موجودة عندنا إنه ما بتجيب تكاليف هاي الأمور. ومع تراكم ديون الكهرباء التي تجاوزت 5 مليون شيكل على المزارعين وفي ظل عجز مجلس وادي الفارعة عن تسديد أثمان الكهرباء، لم تجد شركة كهرباء محافظة طوباس سبيلا سوى قطع التيار الكهربائي عن المزارعين. المزارع يستهلك كمية كبيرة من الكهرباء تصل إلى في فاتورة الشهرية إلى 100 إلى 120,000 شيكل لكل مزارع من المزارعين الموجودين، وهذا يشكل عبء كبير على المجلس وعلى المزارع. ومع قطع التيار الكهربائي ينتاب المزارعين حالة من الخوف والقلق على محاصيلهم الزراعية، مطالبين الجهات المعنية بالوقوف عند مسؤولياتها بإعادة المستحقات الضريبية والمساعدة على تسويق المحاصيل الزراعية من أجل إنقاذ الزراعة والتقليل من خسائرها التي تصل إلى ملايين الشواكل. بالناشد الرئيس محمود عباس أبو مازن، بالناشد دولة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض انه يتدخل في هاي المشكلة. احنا بنعاني انه إلنا عائدات ضريبية ضخمة في وزارة المالية، بنطالبهم انهم يحولوا لنا اياها للمجلس المحلي في راس الفارعة حتى يحولوها اثمان الكهرباء المستحقة علينا. المزارع لورا، احنا اليوم انقطعت التيار الكهربائي عن مزارعنا، هاي الاف الدلومات. في عنا بضاعة مكدسة من 4 شهور، ناشدنا وزير الزراعة، ناشدنا رئيس الوزراء، ناشدنا كل المختصين وكل الدوائر إن نقدر نبيعها، عليها مكومة من شهر 4 عنا مش قادرين نبيعها. وبين مطرقة انقطاع التيار الكهربائي وسندان تهديدات الاحتلال المستمرة للأغوار الشمالية، يبقى المزارع حبيس أنفاسه في حال لم يتم تحقيق مطالبه وإعادة التيار الكهربائي وعدم ترك محاصيله في مهب الريح. خالد مطاوع، تلفزيون فلسطين. شكرا لزميل خالد مطاوع على هذا التقرير. يعني أبدأ من عندك أستاذ حسين الحمود، مثل ما شاهد أو أستاذ عبد الله العيرات مدير شركة كهرباء محافظة طوباس، يعني مثل ما شاهدنا في التقرير هناك خسائر تقدر بملايين الشواكل للمزارعين نتيجة الانقطاع المستمر. المشكلة أنه المزارعين مش دافعين المبالغ المستحقة والديون المتراكمة عليهم لشركة كهرباء. هل هذا القطع يعني فعليا يعني قانوني؟ أولا بدي قبل ما أبدأ أشكر تلفزيون فلسطين استضافتنا. ثانيا بدي أصلح معلومة إنه الانقطاع المستمر مش نتيجة خلل فني. إحنا بجوز حتى في هذا الصيف اللي كل الشركات عانت منه من قطعش الكهرباء عندنا ولا ثانية، حتى المواطنين ممكن تسأل الأستاذ حسين إذا بترمش ثانية صاروا حاسبون عليه. هذا الانقطاع اللي حصل لمرة واحدة الآن لأنه نتيجة عدم الدفع، وإحنا ما بنقطع المزارعين بشكل مباشر. مشكلتنا الأساسية تتكون فقط في منطقة رأس الفارع والمخيم والوادي وخصوصا رأس الفارع اللي بتديرها وزارة الحكم المحلي. إن عليهم 8.5 مليون شيكل. طبعا احنا مستعدين نتعاون معهم إلى أقصى حدود بالجدول، لكن بدهم يدفعوا. مش يصير فينا في الأخير زي اللي كانت لجنتها صحيح توكليش ومكسوم توكليش وكل تاتي شبعي، مطلوب ندفع الفواتير القطرية وبنفس الوقت مطلوب مننا نحقق أرباح وما بيدفعوش، فأكيد حيحصل لهم خسائر. وأنا مزارع ابن مزارع، حتى الآن عندي فلاح ابن فلاح الله يرحم أبوي كان فلاح، وبشعر وأنا فلاح طبعا وبشعر
لآلهم، لكن في النهاية يعني اللي عنده مزرعة على الأقل يتعاون ويدفع. فالمشكلة مش من عندنا، المشكلة لازم يدفعوا ولو بالتقسيط ولو بأي شكل من الأشكال. طيب صحيح. نتوجه للأستاذ حسين الحمود وحضرتك رئيس مجلس محلي الفرع، عليكم ديون أو على المزارعين في ديون بما يعادل 8.5 مليون شيكل بالضبط. تمانية مش مختلفين. وين دوركم تجعلوا هدول المزارعين فعلا يدفعوا أول بأول ما عليهم؟ خلينا أول شيء نكون وسطية، ما بدي أروح مع الكهرباء ولا بدي أروح مع المزارع. يعني أنت عارف إنه في مشكلة وهم مش عم يدفعوا؟ في مشكلة حقيقة، في مشكلة. المشكلة موجودة. أولا بحمل أخونا مدير عام شركة الكهرباء جزء من مسؤولية هذه المشكلة. المشكلة زي ما حكينا في اللقاءات السابقة مشتركة، جزء على شركة كهرباء طباس وجزء على المزارع. حاليا احنا في عندنا مشكلة عم بنعاني منها على مستوى وطن مش على مستوى محافظة طباس. يعني ايش بدي اسأل اول سؤال واحد، ايش ذنب المواطن؟ حاليا عدادات مسبقة الدفع في كل منازل الضفة الغربية موجودة. قبل ما انت بتضوي بيتك بتروح بتشحن 500 شيكل 100 شيكل 200 شيكل، صحيح؟ صحيح. المنازل صحيح منازل. هسه ايش ذنب المنازل او مئات الالوف من المواطنين انها الشركه الاسرائيليه تهدد او تلوح بانها راح تقطع التيار الكهربائي عن محافظه طباس كامله بسبب عدم التزام شركه كهرباء طباس بدفع ما يترتب عليهم فواتير. هسه المواطن عادي ما بيفهم انه ما دفعش صاحب البير، بنفس الوقت اصحاب الابار الارتوازيه هذولا بيديروا يعني بناش نبالغ مئات الالاف من الدلومات الزراعيه. هذا بتشغل 10,000 ناش مبالغ من 7,000 إلى 10,000 أيدي عاملي في الموسم. نعم. برضو هذا إله حق وعليه حق، إله حق لأنه كمان في إله مستردات على وزارة المالية اللي بسموها مستردات الضريبة المستردة اللي هي يعني تتجاوز 5 مليون شيك. فيا أخواننا في وزارة المالية، هذا المزارع عم بيعاني من قلة الاهتمام والخدمات. لعلم المزارع قاعد بيخدم نفسه بنفسه. مظبوط عندنا وزارة زراعة ضمن جهودها وضمن اجتهادها بتقوم بواجبها، ولكن في هناك تقصير أيضا من ناحية المزارع. المزارع عم بيعاني، في هناك تقصير أيضا. المزارع يعتمد على موسمين أساسيين. وسيد عبد الله وأنت مزارع قبل ما تكون مدير عام، اللي هم موسم الخيار وموسم البطاطا. هسا حاليا واقعيا إحنا في مشكلة موسم الخيار. المزارع بيسلم كل بضاعته لمين؟ للتجار، والتجار العرب يسلموها للتجار الإسرائيليين. شو بيعملوا هذلك؟ بيعطوهم شكات مؤجلة. هسا بيتفقوا على 2 شيكل بآخر الموسم، بيبتز المزارع بشكله 8 وبشكله 9 وبشكله 8. برضو المزارع مظلوم معهم. صحيح. مظلوم. طيب أستاذ حسين، يعني أنا بسأل أنت هون كرئيس مجلس محلي الفرع، ما حاولت تتوصل لاتفاق ما بين المزارعين وبين شركة الكهرباء أنه راح يتم جدولة هاي الديون؟ صحيح. طب ادفعوا جزء منها. صحيح. راح رجع الكهرباء، ما حاولت يعني؟ بلى. أنا أولا على زمن ما كانت الكهرباء موجودة تحت سيطرة المجالس القروية والبلديات كان في هناك شيء جيد جدا. يعني انا بشكر وزاره الحكم المحلي على شغله انها كانت ترن الجرس كل شهرين ثلاثه يبعثوا لنا انذارات انه مجلس وادي الفرع، مجلس راس الفرع، بلديه طباس عليكم تجاوز فاتورتكم تجاوزت المليون شيكل، ادفع والا ها سنقوم بفصل التيار الكهربائي. اول باول. حاليا سيطره الكهرباء في محافظه طباس لاخواننا في شركه كهرباء طباس، هذا بيترتب عليهم هم. لكن اكيد هم ببعثوا. نعم ببعثوا. صحيح ببعثوا. انا يعني بالشرط للمجلس يبعثوا بس اخلص هالجمله. يعني ليش تخليني انا كمواطن او كمزارع يصير علي مليون شيكل؟ هسه احنا حاليا كنا نعاني منها في السابق فتره اخوان الفلتان وعدم الدفع. المجالس القريبه والبلديات صار عندها عجز. ليش؟ كان نسبه الجباية يعني كانت 5% فقط، كان في ملايين على المواطنين. هسه بدك تروح تاخذ من المواطن 100,000 و50,000 مره واحده صعبه. سلحنا جاي عند خبرات. نطرح فكره الجدولي. اولا فكره وزاره اخواننا في وزاره الماليه الاسراع بدفع ما يترتب عليهم للمزارع. طب توجهت لوزاره الماليه بكتب المزارعين؟ نعم المزارعين توجهوا. لا انا بسال كمجلس يعني ليش توجهوا فرادة؟ يعني في كل واحد يبعث. هذه ملفات عشان أقول صادق معك، هذه ملفات شخصية، هذه ملفات شخصية لكل مزارع ملف. يعني هذا المزارع له 800,000 شيكل، هذا المزارع له 400,000 شيكل. لو جمعنا هدول كلياتهم بيعملوا 5 مليون شيكل، ما بسلمهم للمزارع، بروح على شركة كهرباء طباس في مقاصة ما بينهم، بنزلهم بحساب شركة كهرباء طباس كلهم باسمي. حتى اللي ملتزم بالدفع، حتى اللي ملتزم بالدفع إله كمان مستردات ضريبي تنزل بحسابه لشركة كهرباء طباس ويستهلك فيها كهرباء. اخواننا في شركه كهرباء طباس حقيقه نفسهم طويل وملتزمين، ولكن بيجبوا من المواطن ايضا مسبق الدفع بيجبي منه برضه ما بيدفع للشركه الاسرائيليه. بكره الشركه الاسرائيليه بتقول لك يعطيك العافيه نزلنا الامان. طيب اسمح لي شوي. طيب.